هناك من يستهزئ من أهل السنة في الردع المخالفين فيقول عن المهدي الله حاط المهدي في النظارة المغفر، لا يجوز هذا. يعني دائما في مناظرة الآخرين ابتعد عن الاستهزاء والسخرية، لا تهزأ بغيرك. يعني حتى في المخاصمة والله لو يهودي لو نصراني لو هندوسي لو مجوسي لو بو اللي يكون، لا تهزأ، خليك جاد في المناظرة في النقاش، ولا تصير القضية قضية اني بطفرة بحرق قلبه بطنز عليه، لا، خل في قلبك أحب هدايته. يعني دائما وأنت تناظر أحد تناقش أحد أن ترد على أحد أنك تريد هدايته، تريد له الخير. تترك عنك الطنازة والسخرية والاستهزاء، وهذا ما يليق أبدا في الدعوة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا أبدا، كان يعيب آلهتهم صلى الله عليه وسلم، لا تسمع كذا، إبراهيم كان يعيب آلهتهم، ما كان يتطنز، وإنما يذكر العيب الذي فيها بطريقة مهذبة. فأنت عب عليهم هذا، قل أين المهدي، لماذا لا يخرج، لماذا لا ينادي، لكن بطريقة مهذبة. أما في النظارة ما يليق أبدا، ما يصلح.